دكتور فاطمة، احنا مش كلنا نعرف ايه انعكتس، او لو نعرف نعرف دي منظمة دولية دول بره بيعملوا او ما بيعملوش. الكلام اللي بيوصلنا من القشور كده، ايه هي الحركة الدولية ومتى بدأت انعكتس في مصر؟ هي إنكتس هي عبارة عن منظمة دولية موجودة في 36 دولة، وهي بتمثل شراكة بين طلبة الجامعة وقادة الجامعة ورجال الأعمال. الطلبة داخل الحرم الجامعي بيكونوا فريق بيستفيدوا بكل اللي درسوه في الفصول الدراسية من أجل تنفيذ مشاريع بتكون بتدور حوالين ثلاث حاجات محددة: ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة. طبعا كل جامعة بيكون لها استشاري أكاديمي هو المسؤول عن الفريق، علشان بيكون هو حلقة الوصل بين الجامعة وبين الإنكتس. كل دولة من الـ 36 دولة بتنظم مسابقة وبتدعو رجال الأعمال علشان يحكموا نتائج مشاريع الطلبة اللي بينفذوها خلال العام الأكاديمي، وبيختاروا مين أحسن جامعة كانت أكثر تأثيرا في إن هي تتوافق المعايير التحكيمية اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والابتكار. بالظبط كده. فالجامعة دي بتتأهل إنها تنافس في كأس العالم. كل دولة من الـ 36 دولة بيكون لها بطل بيمثل بلده في المسابقة العالمية. بالنسبة لإنكتس إيجيبت، احنا ابتدينا سنة 2004، كان معانا 4 جامعات وكان معانا 120 طالب. حاليا احنا موجودين في 52 جامعة ومعانا اكتر من 9700 طالب في إنكتس. يعني تقريبا انا بقول بالظبط الارقام اللي معايا، 9700 طالب معانا في إنكتس. وكل سنة احنا بندرب الطلبة على التسويق، بندربهم على ديزاين ثينكينج، بندربهم على كيفية إدارة المشروع، بندربهم على مهارات العمليات المهارات كل حاجة في المشروعات اللي أنا شفته يعني والحقيقة يعني هو كل ده طبعا بفضل رجال الأعمال وتدعيمهم للبرنامج، لأن احنا كل الدعم من لإنكتس كله من شركات مصرية مهتمية بالتعليم وبريادة الأعمال. وطبعا لأن الشباب هم طبعا هم مستقبل مصر، فهم كلهم بيهتموا نشر فكر العمل الحر. والطلبة لما بيبتدوا يفكروا في المشاريع، هو أولا طبعا هم هيحكوا أكتر هم زي بيكونوا الفريق، بس هم بيبقى عندهم عبارة عن زي شركة بتبقى فيه رئيس ونائب رئيس وبيبقى فيه لجان، هو سي او هو قاعد معي بالظبط، بيبقى فيه لجنة للبحث والتطوير بتشوف ايه المشاكل المجتمع، ولما بيلاقوا اي مشكلة مش بينظروا انها مشكلة، لا بالعكس ده بينظروا انها تحدي، ما عندهمش حاجة اسمها مشكلة. ومن التحدي ده بيخلقوا فرصة وبيفيدوا المجتمع، وبيقدروا ان هم فعلا يعني يوجدوا حلول بطريقة فيري انوفيتيف او مبتكرة جدا. وزي ما حضرتك شفتي اكيد حضرتك كنتي موجودة في المسابقة وشفتي نوعية المشاريع اللي الطلبة بيقدموها بطريقة مبتكرة. مش بس نوعية يا دكتور، لكن اللي اقدر اثمنه واشهد انه مختلف تماما النضج في القصة وطريقة التعامل.